دكتور إليان سركيس، أهلا وسهلا فيك. حضرتك طبيب لبناني جراح عايش بفرنسا، ناشط بالثورة، وهناك أسست مواطنون لبنانيون حول العالم. خبرنا حضرتك كيف بلشت تحركاتكم بفرنسا دعما للثوار بلبنان؟ مساء الخير وشكرا للاستضافة. يعني نحن شريحة من هالمجتمع اللبناني المدني والمؤمن بلبنان حر عادل ديمقراطي مستقل، ونؤمن بالعيش المشترك في ظل العدالة الاجتماعية والقانون تحت سقف الجمهورية السيادية واللي بتحمي الدستور. هلا وقت اللي شفنا هالامور هيدي عم بتروح بمجراها بالعد العكسي، كرمال هيك نحن كمجتمعين يعني بالخارج تقريبا حاولنا انه ناسس شيء تكون بشكل رسمي، وخاصة تسجلت عند الدوائر الرسمية الفرنسية هون مجموعة لبنانيون حول العالم، ولحتى يعني أول شيء لبنان لأنه بحاجة إلنا جميعاً لإنقاذ ما تبقى من هاي يعني من قبل فات الأوان. كرمال هيك نحن عم نحاول نضغط بالداخل وبالخارج لحتى نشوف كيف فينا بدنا نساعد وطننا لبنان المعذب المنهوم بالمسروق. نعم، هلا كيف شملت المناطق بفرنسا؟ كل المناطق بفرنسا كانت عم بيكون فيها تحركات خلال الثورة هون بلبنان؟ بشكل عام كانت الثورات يعني الثورة يعني كانت عم تاخذ طابع بشكل او جماعات او بشكل فردي. هلا الاكثر يعني التكثف الاجتماعي يعني كان، وخاصة يعني الجالية اللبنانية الأكثرية هن هون بفرنسا بباريس، والنشاطات اللي عم بتصير كانت كل اللي عم بتصير بباريس. هلا نحن من 2014 تقريبا وقت اللي بلشت، يعني من ايام طلعت رح تكون، كنا مبدئيا يعني مثابرين على المظاهرات وخاصه على تروكاديرو مثل ما كنتوا تشوفونا عاده، بس النشاطات اللي يعني كانت تصير بتولوز، كانت تصير بمارسي، كانت تصير بليل، كانت تصير بغير مناطق، بس الاكثر ثقلا هي اللي كانت تكون بباريس، لانه كان في لها طابع يعني اول شيء كثافه السكان، وبعدين كل الادارات الرسميه يعني هي موجوده بباريس، فلذلك كانت التحركات اكثر. ويمكن كمان لانه والنقل المباشر تقريبا كمان بالنسبه للاذاعات وبالنسبه كانت تكون بشكل مباشر. يمكن لانه كانت هالقد الثوره هون بلبنان اخذت حجم كبير، فلهيك كنت عم تتشجع هونيك بفرنسا لحتى اكثر يعني تشتغلوا لحتى كمان تتظاهروا على الطرقات مثل ما عم بيصير هون بلبنان. اكيد اكيد اكيد، يعني نحن كنا قلبا وقالبا مع الشعب اللبناني ومع المتظاهرين، وخاصه يعني انه بعد هالبلاء اللي عم بيصير، يعني ما في واحد نحن كمغتربين انه نقول انه نحن يعني انه ما علينا مسؤوليه، نحن مسؤوليتنا الوطنيه والاخلاقيه بتنادينا كل يوم اتجاه الشعب اللبناني، هو لاستعاده الكرامه المنهوبه. ولبنان يعني عم يدعي كل العالم، كل المغتربين للانتفاضه الحقيقيه بواجه هذه السلطه الفاسده والفاشله. الاوضاع الاقتصاديه المترديه لحد انه يعني اليوم يعني عم ينطلب الاشياء يعني الذهيل اللي كان بحياته لبنان بكرامته ما يطلبها، اليوم عم يطلبوا منا الحليب للاولاد الصغار، عم يطلبوا منا الكوش، عم يطلبوا منا هالشغلات اللي يعني هيدي بحياتها ما مرقت معنا. يعني تشوف لحديت وين وصلوا الشعب اللبناني وين صرنا هلا بالنسبه لل يعني هون بالنسبه للمظاهرات، يعني ما فينا نحن كمان اي فرد كنا متشجعين كثير لحتى نساند اهلنا بلبنان باي شكل كان، ان كانت مساعدات فرديه او كانت مساعدات جماعيه او
كل واحد على نعم. قد حاله. طب كيف كان عم بيتم هالتنسيق؟ كيف بتقيم حضرتك التنسيق اللي كان عم بيصير هونيك بالتيارات اللبنانية الموجودة بفرنسا؟ هل كان التنسيق بيناتهم عم بيكون في يعني مجموعات أو ممثلين للمجموعات اللي كانوا عم بيكونوا هون بلبنان، في ممثلين لإلهم هونيك؟ كيف كانت عم بتصير الأمور؟ هذا اللي واجهناه نحن ك نعم. يعني كمجموعتنا، خاصة مجموعتنا، واجهنا مشكلة كتير كبيرة هون، لأنه في الحقيقة لقينا يعني نفس هالمنظومة الحاكمة بلبنان في عنده ممثلين هون، يعني كل الأحزاب بدون أي، كل الأحزاب يعني وكل كان في غير الممثلين هون ثوار بلبنان. بفرنسا، كان في ناس عم تقف ضدكم بالتحركات اللي أكيد أكيد، بيفهمون. يعني هذا اللي كنت كمان بدي ضوي فكرة، بما إنك سألتيني هالسؤال بدي ضوي على فكرة، لأنه نحن واجهناها بشكل تفضل. مباشر. يعني وقت اللي دعينا حتى ب 17 أكتوبر، يعني لحتى نحيي ذكرى 17 أكتوبر أول السنة، يعني بلشنا نحن بالتنسيق تقريبا قبل الذكرى بشهر ونص. يعني اتفاجأنا بقبل بجمعة، ودعينا كل الفرقاء، كل اللي كانوا عم يتظاهروا معنا قديما، ودعيناهم وكله كان موافق. قبل بجمعة، جمعة ونص، ما لقينا إلا عملوا مظاهرة تاني، وعملوا مظاهرة تاني يعني بنفس يعني بعد بساعة تقريبا من المظاهرة تبعيتنا. وكرمال هيك نحن اتفاجأنا. هلا بعدين بلشنا نحن كمان بالنظام الداخلي تبعيتنا، نحن على طول ما فينا عن يعني بنتناقش بين بعضنا وبنشوف شو عم بيصير، وبنحط انه اذا كان في غلط، صار في غلط، لازم نعرف شو، ليش صار هالغلط، او لازم نوجد حل. هلا في ثوار كثير اللي نحن تفاجئنا فيهم انه عم بي يعني بيطالبوا بنفس المطالب الثورجيه اللي كانت عم بتطالب كلها بالثوره بلبنان، وهي مطالب محققه. ولكن اللي تفاجأنا فيه انه بس نحن ان يعني بدنا نحكي بموضوع معين، او بدنا نحكي بقصه معينه، او بدنا ندق بحزب معين يعني بشكل عام، انه نلاقي لا نحن في عنا حاجز، لا هلا مش وقته. ولكن نحن كنا بنفس الوقت كنا عم ندعي من زمان، من 2014 2015 لحديث اليوم، انه نحن ماشيين على اساس كلهم، يعني كلهم، وما غيرنا ولا منغير. بس يعني هيدي يعني الثورة كمان أخذت طابع شوي يعني مثل لبنان، يعني طابع شوي ليبرالي، والطابع الأكثر على تقريبا مثل المواطنون ومواطنات في دولة مثلا، يعني أو لحقي أو الكتلة الوطنية وبعض المجموعات اللي كانوا هون، يعني أخذوا الطابع اليساري، اليساري الإكستريم، مش اليساري مثلا المعتدل، أخذوا الطابع اليساري الإكستريم. فلذلك نحن يعني التنسيق بعده موجود، بنقول إنه نحن في مطالب محققة، وكل مال الثورة نحن بنضحي بأشياء كتير، ولننجح الثورة، ولأنه ما عندنا ما خلفيات أو ذهنية، نحن بدنا نقوم ببلد، نحن بدنا نبني بلد، نحن بدنا نستعيد كرامة الوطن المنهوبة. كرمال هيك نحن يعني منقول في الأشياء الخلافية بس، ولكن في مبادئ أساسية ما فينا نتخلى عنها. يعني مبادئنا الوطنية اللي بدنا إياه، لبنان الحر العادل المستقل، هيدي ما فينا يعني نساوي. حضرتك الناس اللي كانوا عم بيواجهوك هونيك هن اللي كانوا عم يطلبوا مع الثورة، ولكن مش ضد زعيمهم، كانوا بذات الوقت عم يعني بدهم زعيمهم يضل، ولكن هن مع الثورة، يعني ضد حدا مع حدا تاني. هيدا اللي تفاجأنا فيه نحن، انه يعني لحتى نحكي بشكل اوسع او بشكل مباشر، يعني كنا نعمل 10 او 15 بند نكون متفقين عليهم بشكل عام، بس ندق مثلا بسلاح حزب الله، يكون في عنا رادع يقول لا مثلا سلاح حزب الله هلا هيدا موضوع خلافي ما فينا نحكي فيه، لانه في نفس شريحه كبيره في المشكل وين المجتمع ما كان. اللبناني بتنأذى. هلا نحن بالنسبة لنا انه ما فينا نقول انه اليوم شريحة من لبنان او بدك تكون حر مستقل عادل مع الثورة، او بدك تكون تضلك انت بالمطالب الاساسية، وهي الكهرباء والمي، وهي مطالب محققة، ولكن تضلك حامي زعيمك. لا، لبنان بده الثورة تكون كلها سوا متعاضدة، كرمال نبذ
السلطة وكرمال يعني استقلاع هذه السلطة الفاسدة من أساسها. ما فينا نقول إنه هيدا أحسن من هذا، أو مثلا إنه هالزعيم فينا نغطي عنه بهالفترة هيدي، بس بعدين ما فينا، بعدين بيجي وقته. لا، فينا بطبيعة نوقف الحال الحكومة. يعني حتى هون وقتها كانت عم بتصير المظاهرات، وقتها ينجاب سيرة حزب الله كمان كانوا عم بيقوموا ضد الثوار وعم بيحاولوا يقمعوا هالثورة، فمش مستغرب انه حتى هونيك يكون في نفس الفئة عم تتصرف بنفس الطريقة. على فكره، مش بس الفئه المحزوبه على حزب الله، كمان نحن تفاجئنا بكثير مثلا من الفئات الثانيه، يعني نعم مثل الحزب اليساري، اليساريه اكثر شيء، يعني كمان تفاجئنا فيهم، يعني غير قابلين حتى للتنسيق، غير مستعدين انهم ينسقوا معنا كرمال انه نخوض المعركه سوا، لحتى نوصل لمبتغانا الاخير. ولكن نحن بنقول في الوقت الحاضر انه في ناس، انه يعني هلا يعني مش وقتها انه يعني بقول انه مثلا كالمجموعات اليساريه، يعني وقتها هلا كمان هن ينتفضوا على ذاتهم، لانه ما فيك تتغطى بانه اليوم نحن في تحت المقاومه، بس مين المقاومه؟ يعني انت عم بتغطي سلاح حزب الله، يعني منا نعم المقاومه، المقاومة اللبنانية اللي نحن كلنا حق فيها، يعني نحن ما بدنا، يعني بدنا كلنا حق انه مع مثلا مثل صار المقاومة، في، بس مش مع الحزب إذا بدك، بالطريقة أحيانا اللي بتصرفوا فيها. مع المقاومة اللبنانية الجامعة، بالنسبة لحصرية المقاومة تكون بشريحة معينة من المجتمع اللبناني، هذا صار أمر منبوذ، ما بقى مقبوله. يعني وقت اللي بده يكون في خطر على لبنان، انا وانت وحيالله حدا وحيالله اي فرد من الشعب اللبناني له حق بالمقاومه وله حق يدافع عن حاله، بس تكون القصه محصوره بفئه معينه، يعني في ما وراءها خلفيات سياسيه كثير بعيده، ونحن اللي ما بدنا اياها ونحن طيب بنرفضها. وقتها هيدا الحديث ما كنتوا عم تحكوا مع الثوار يلي كانوا عم بيجوا ضدكم هونيك بباريس؟ ما كنتوا عم تحكوا هيدي الأحاديث؟ شو كان عم بيكون الرد منهم بالجواب؟ الرد انه هلا مش وقت سلاح حزب الله، يعني بشكل عام كان الرد هلا مش وقت سلاح حزب الله. عم بتقول إنه هن هلا ما كانوا عم بعرف، بيكونوا كانه من ضدكم. فتره معينه غيروا ارائهم السياسيه، او غيروا هلا انه من فتره معينه، بس ولكن من قبل 17 اكتوبر، يعني نحن كنا عم ننسق بعد ما اول تاني زياره لماكرون، لانه رحنا وقلنا لهم يا جماعه اليوم مثلا ب 4 اب صارت هالكارثه بمرفأ بيروت، يعني بدنا نشوف كيف بدنا نخطط لنحيي ذكرى 17 اكتوبر. وكانت هيدي ردة الفعل، انه كان في مسيرتين، بس ولكن مع هذا وكله، يعني نحن كثير مبسوطين، لانه مثل ما الثوره بلبنان عم تفرز شوي، وعم بتنقي عم بتنقي الخامات، وعم بتنقي يعني الثوار الحقيقيه، كمان هن نقت كثير وبين كل واحد على حقيقته. وانا بكل فخر يعني بقول انه يعني كل هوديك المجموعات اللي كانت مجتمعه ما جابوا قد الربع تقريبا اللي نحن دعينا عليه على تروكاديرو، يعني ما جابوا قد نص حد، يعني بالاخر الحق بده يربح. انه الشعب عم بيقدر المواقف، وعم بيتابع. نعم. السفير الفرنسي بلبنان كان عم بيقطع الأمل بالإصلاح من قبل فرنسا. برأيك مؤتمر صادر، هل رح يكون في إصرار على استكمال هذا المؤتمر مطرح ما وقف من ناحية فرنسا؟ خاصة بعد حكومة، إذا تشكلت الحكومة برئاسة سعد الحريري. هلا من المستبعد انه يرجع سعد الحريري، بحسب التقديرات، يعني والتقديرات على يعني ممكن يرجع، بس من المستحيلات انه هو يرجع، لانه يعني اول شيء غربيا غير محبذ فيه، وداخليا غير مرغوب فيه، وعربيا غير مرغوب فيه. يعني على اي اساس بده يجي ولكن الرئيس هو سعد هلأ الحريري؟ مكلف بهذا الوقت، وكل يعني كل الاحتمالات بتقول إنه
صعب مين الحديث كلفه؟ بالفيزياء. مين كلفه؟ مين كلفه؟ هي التهمة الفاسدة الفاشلة هي اللي ما كلفته ثاني مرة، لأنه وهن اللي عم بيحاربوه، يعني هن حتى بين بعضهم مش عم يعرفوا كيف إنه بدنا نعين شخص وبالآخر بنحاربه، يعني ما عم نفهم. بس في أشخاص بعدين من مصلحتهم، في بالنسبة أحزاب من مصلحتهم يكون سعد الحديدي هلا رئيس حكومة، خاصة حزب الله. إذا بدنا نيجي نفكر فيها، بنلاقي حزب الله من مصلحته إنه سعد الحديدي يكون يترأس هو الحكومة مبدئيا. يعني بنعرف لما حزب الله يكون آخذ قرار أو بده هيدا الشخص، ما بعرف إذا رح يقدر الجهة الثانية تمنع. هيدي المنظومة الحاكمة الفاسدة هن بحاجة لبعضهم البعض. يعني اليوم أكيد من صالح الأحزاب اللبنانية، أكيد مش كلهم، ولكن الأكثرية من صالحهم إنه يرجع سعد الحريري، لأنه يعني مين كان حاكم قبل، ومين كان يعمل الصفقات كلها سوا، ومين كان متزعم الإمبراطورية المالية تبع مجلس النواب واللي ساكت عنا. يعني الحريري هو إذا رجع مرحب اللبنانية اللي هي المسؤولة عن الفشل والفساد بلبنان من 35 سنة لليوم، ولكن هو يعني على كيف بده يرجع على الإنجازات اللي عملها بظل الحكم تبعه وقت اللي حكم، يعني وكان رئيس حكومة، أي إنجازات؟ وين احنا بدنا اياهم بعد ما عمل الانتخابات النيابية وقال في عنا 900 ألف وظيفة، ووعد انه خدوا على انجازات، ويعني بيقول المثل بالعربي، وهو هذا المزبوط، من جرب مجرب كان عقله مخرب. اذا بدنا نرجع نجرب الفاشل، يعني نحن فاشلين، نحن هل اكيد مش برأيك راضيين رح على تزبط؟ هل برأيك رح تزبط مع الثوار وعن جد ما يرجع سعد الحريري، خصوصي انه كمان عم نشوف انه حتى جبران باسيل، يعني حتى الحريري عم يرضخ لجبران باسيل بأحيان عم نشوفه، عم تنطبخ الحكومة على ذوق جبران باسيل اللي هو صهر رئيس الجمهورية كمان. هلا كان من ناحية أنا باعتقادي، يعني اثنين هن خسرانين، وعم بزتوا آخر حجر اللي بإيدهم، يعني ما في عندهم أي وسيلة تانية. يعني إذا إن كان فشل العهد، يعني فشل ذريع من 4 سنين ونص لليوم، يعني أفشل العهد، حتى صرنا نترحم على العهود السابقة. يعني قديش كان في عهود فاشلة على أيام إيميل لحود وميشيل سليمان وإلى آخره، صرنا نترحم على عهدهم، يعني قد ما عهده فاشل. هلا بالنسبة لباسيل أو بالنسبة للحريري، يعني في عندهم هل 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 هالفرصة الوحيدة لحتى يخوضوا فيها بعض يعني المجالات بالتلاعب بالحكومة، هيدي اللي بسميها، يعني بدهم يلعبوا شوي بعد بالحكومة لحتى انه يشوفوا شو بدهم يعملوا، يزبطوا السمسرات تبعهم، يزبطوا العقودات، يزبطوا هالصفقات، يزبطوا اللي سرقوه، يعملوا له جدول اعمال يكون مبرمج بشكل حقوقي، لحتى يسكروا عن كل هاي اللي عملوه بالماضي. وبعدين بس انا ما بعتقد انه اليوم انه في مجال اخلاقيا بعد، يعني او الحريري او جبران باسيل، يعني يرجعوا على بس الحكم، الحقيقة مثل مستحيل. ما قلنا الحريري مكلف، يعني عم تندرس الحكومة، عم يطبخوها على مقاسهم هن. يعني اللي موقف الحكومة اليوم مش الشعب اللبناني، اللي موقف الحكومة هن السياسيين، لأنه بدهم مثل ما قلنا بدهم يطبخوا طبخة على مقاس كل حدا منهم. بدهم يطبخوا بس، ولكن يعني بعتقد انه نحن لهم بالمرصاد، يعني مثل ما بيركب على هالكرسي نتفه صغيره، نحن بدنا نكون انه ضده. وهلا مش من اليوم، عند الصبح سمعت انه ممكن اجى الحريري على فرنسا لهون. مظبوط، نحن صارت ما عاد مقبوله من السلطات الفرنسيه تستقبل هيك زعماء بلبنان، وهيدي كانت الرسالة اللي حكيت عنها من فترة 4 أيام، يعني إنه شفتي نحن للسلطات الفرنسية ما بقى، يعني مستحيل
انه بعد في مجال انه تستقبلوا هيك ناس بقصر الاليزيه او تمدوا لهم التبيروج ويجوا تستقبلوهم وتقولوا مثلا نحن عندنا الصداقه اللبنانيه الفرنسيه. لا، هودي جماعه ما بقى يمثلونا، انتم صار في عمليه انه مثل عم تشتغلوا غصبا عن الشعب اللبناني، غصبا عن الثوار، وهيك صار في عندنا نحن كثوار يعني هيدي خيبه امل كثير كبيره بالمبادره الفرنسيه اللي عم بيقوموا فيها واللي عم بيروحوا فيها. مثل لوين؟ ما وين بده يروح فيها الحريري؟ يعني ما بعرف. نعم، يعني حتى شفنا من قبل لما خلال زيارة الرئيس ماكرون على لبنان كان عم بيعوم السلطة وحتى حزب الله. ما بعرف إذا كان في رسائل حضرتكم كانت شو عم تتضمن، هل كنتوا عم بتطالبوا إنه بلكي بنزع سلاح حزب الله، بلكي ما بقى الكف عن تعويم هذه السلطة؟ وشو كان رده، أول شو شيء كانوا كانت عم بيقولوا الرسالة، عنه؟ أول شيء كانت الرسالة بأكثر حدية من الرسائل القادمة، لأنه نحن بشكل يعني متواصل وعم نتواصل دائما مع أو عبر الحقائب الدبلوماسية أو المستشارين أو الرسائل، يعني من على طول في عندنا بشكل مستمر في تواصل معهم. شلون بيكون ردهم هن عليكم؟ هل عم بيردوا عليكم؟ نحن ما كان في عنا أي شك إنه بالجانب العاطفي من ناحية فرنسا للبنان، ما عنا أي شك، يعني فرنسا حابة إنه تقوم بواجبها الكامل ويعني وتساعد قد ما فيها تساعد الشعب اللبناني، وخاصة لبنان هو حليف أساسي بالشرق الأوسط، واللغة الرسمية اللي عندنا هي اللغة الفرنسية. ويعني صار في مجال انه ما عاد في مجال انه تضل يعني يضل الوضع بلبنان انه هيك بشكل فوضوي. بس ولكن نحن اللي لاحظناه اخر فتره انه من الثوره يعني الثوره بلبنان صار في تكرزم كتير كبير، يعني مع يعني الحقيقه هون نقطه الضعف اللي كانت، بس ولكن يعني مع هيدا وكله الثوار عملوا عمل جبار، من يعني اللي ما عملته السلطه والاحزاب المعارضه اللي بيقولوا حالهم انه هن بالسلطه من 35، معارضين بالسلطه من 35 سنه لليوم، يعني هن ما عملوا قد ما عملت الثوره بظرف سنه. يعني ما يعني الثوره كمان سقطت حكومتين، الثوره قلبت المعايير كثيره بالدوله اللبنانيه، هل مثل ما عم ثوره بيقال انه فشلت صفقات كثير كبيره. طب هل كمان الثورة هي اللي وصلت لبنان للوضع الحالي اللي هو عليه؟ يعني بيقولوا من وقت ما انتم أكيد دخلتوا لا، على الثورة الدولار صار ب 8 و9000، الحكومة ما أكيد بقى لا، موجودة. أكيد لا. الثورة هي نبشت فسادهم لا أكثر ولا أقل، يعني كانت حتى من هن من كلامهم، وحتى يعني بعدة المسؤولين الكبار والسياسيين، من كان بمصارف لبنان ومن كان بالحكومات السابقة والمتعاقبة، كله بيقول إنه البلد منهار مش من امبارح أو من 2020 أو 2019، البلد منهار من 12 سنة، يعني من 2010 ل 2008 كان منهار البلد، يعني منه من اليوم. هلا اليوم ساعدت انه الثوره فضحت المستور، وصار في مجال انه كمان عم تفضح وعم تفضح، وصارت انه اليوم وصلنا لمرحله ما بقى في مستحى وما بقى في عيوبات، اللي كان عم اللي ما كنا نسترجي نجيب سيرته واللي ما كنا نجيب سيره مثلا اي زعيم بالماضي، اليوم عم ينفضحوا بشكل نعم. وجها لوجه. طيب سألت عن مؤتمر صدر، هل برأيك راح يستكمل هذا المؤتمر؟ ما واللي بعتقد، ما بقى نحن في بعتقد التحالف. يعني ما بعرف كنت بصورة بالصورة هيدي، نحن من أفريل 2018 متابعين قصة صدر، قصة صدر، ويعني هل كنتوا مع صدر؟ أول ما أكيد ما كنا مع صدر، لأنه نحن كنا بنعتبر إنه قصة صدر هي بدت تكون مثل ما يعني مثل قصة باري 1 وباري 2 وباري 3، يعني طلعنا بهذا الموضوع وبعتنا رسالة بس مبسطة يومتها ديكون كان رايح على لبنان، بعتنا له رسالة بس مبسطة قلنا له يعني يا ريت لو بتسألوا الحكومة اللبنانية الحالية
على سعد الحريري وقت اللي اجى لهون وقال انه نحن ب 11 مليار، قلنا نعم لهم يا ريت بس بتسالوا شو عملتوا بمصاري باري 1 باري 2 وتروا، يا ريت بس بتسالوا من هالسؤال، واذا في مجال بعدين يقولوا حققوا ولو انجاز واحد بهالمصاري اللي انسرقت غير عبت جيوبهم وعبت المصارف تبعيتهم يعني وعلت برأيك نفس فسادهم. المصير راح يكون نفس مصير باريس واحد وباريس اثنين؟ اكيد نعم اكيد نحن اللي وصيناه فيه، ونحن اللي كمان اللي نجحنا فيه انه نقلنا قصه سادر من الحكومه الفرنسيه اللي كان هي الايد الذراع الطويل بهالقصه هيدي، هلا صار عبر يعني عبر البنك الدولي وعبر البنك يعني ما بقى في شيء يمرق من دوله لدوله الا ما يمرق عبر البنك الدولي. هلا وكرمال هيك كمان بنفس الـ الاتجاه البنك الدولي وجهنا رسائل عده واشرحنا فيها انه انتم بدكم تعطوا مصاري، يعني انتم بدكم تعوموا هيدي السلطه الفاسده، وانتم بدكم تكونوا مسؤولين عن تجويع الشعب اللبناني وعن فقر الشعب اللبناني. اليوم لبنان في عندك 70% تحت خط الفقر، في منه 25% افقر من يعني نعم افقر الفقراء، يعني ما عندهم ياكلوا، ما عندهم شيء، رغيف خبز، يعني عم بيدوروا على رغيف خبز. يعني هيدي وين بده يكون منا ال حضرتكم كثوار برا شو قدمتوا للثورة أو للشعب اللبناني غير المناصرة يعني غير إنكم أيدتون معنويا، شو كنتوا عم بتقدموا للثوار بلبنان؟ هل كان في مساعدات؟ يعني نحن اكيد انه يعني كل واحد مثل ما بلشت تقريبا بالمقدمه انه كل واحد عم بيساعد بشكل فردي او بشكل جماعي. نحن على الصعيد مجموعتنا كنا عم نساعد بشكل انه كمان على قدنا، لانه نحن منا دوله، يعني ما عندنا هالمساعدات ولا نحن يعني مليارديرية أو مثلا عندنا هالمجالات إنه لحتى نروح فيها لبعيد. يعني كل واحد على قد حاله حاولنا نساعد قد ما فينا وعطينا من قلبنا اللي فينا نساعده، لأنه نحن ما فينا نكون مكتوفي الأيدي أمام اللي عم بيصير من انتهاك بالشعب اللبناني، مستحيل يعني نكون هيك. بس ولكن إنه الشعب اللبناني اليوم ما في عنده مقومات الحياة، يعني نحن كمغتربين فينا نساعدهم، فينا نساعد مثلا بشغلات معينة مثلا مثل الدواء، وبعتنا بعد خاصة أنا يعني مثلا باختصاصي يعني حاولت ساعد كثير بقصة الدواء. ولكن إنه طيب وقت اللي عم بيقولوا لك إنه عم بتروح مثلا شاحنة بكاملة، عم بتروح مثلا عم تتوقف بالبول، بما إنه يعني أنا في خبرك على هالشغلة صغيرة على هامش هالموضوع، إنه مثلا شركة تافا وهو دواء بتعمل دواء للقلب وبتعمل دواء لتسهيل المي بالجسم نعم مثل اللازيليكس والى اخره، توقفت لانه في قسم من هذا الدواء، هذا يعني صنع اسرائيلي. طيب اوكي ما اختلفنا، في مثلا في اشياء كثيره مثلا كنا هيك نواجهها، انه بدل ما يسهلوا انه نحن عم نشتري الدواء مش عم نعرف مش عم نشتري الدواء، يعني عم تجينا مساعدة مش بمصاري، عم تجينا بمساعدات. وقت اللي نحن عم تجينا هيدي هالمساعدات، يعني نحن عم نبعتها ما عم نعرف شو وين هذا، صنع الارجنتين ولا صنع ايران ولا صنع على القاهره ولا صنع نعم يعني نحن عم نبعت هالدواء. كانت الدواء يتوقف لانه كان في عندهم شك انه تكون هيدا الدواء وين كان بصنع عم بيروح؟ الدول العدو، شو كانوا عم يعملوا فيه للدواء؟ عم بيوقفوه؟ شو عم وين عم بيكون يعني؟ وين عم بيكون؟ بتوقف وبضل مثل المستشفيات القطريه بتوقف بهالبورات، وما بعرف يعني بعدين يعني مين بده يرجع يطالب. ساعتها بلشنا اعتمدنا على قصة الـ يعني كل واحد ينزل على لبنان نحاول انه ننزل معه شنطة دواء، انه هيك ننزل بشغلات بكمية صغيرة لحتى نساعد فيها اللي فينا نساعده. يمكن هيك أفضل، لأنه هيك على الأقل بتوثقوا وين عم بيكون الدواء وين عم بيروح حتى يلي عم بيتوقف.
أكيد أكيد أكيد. دكتور سركيس، حضرتك ليش موجود بفرنسا؟ ما بتتمنى انه يكون ولادك عم يربوا ببلد بيهم لبنان؟ يا ريت، هذا حلمي وهذا حلم الله يرحمه الوالد. يعني انه كنت من اول ما خلصت، انا صار لي طلعت من لبنان عمري 17 سنة، وبعد يعني بلشت الحرب بلبنان وطلعت، بس وحامل قضية لبنان. يعني كانت الـ يعني كنا تقريبا مثل كل اي فرد لبناني. نعم يعني اول من عم يطلع عم بيصير زهرة شبابه، عارف ما بيقولوا انه زهرة شبابه، كان عم يحلم انه اول ما ياخذ البكالوريا او شيء يطلع من لبنان. هلا صارت عندي مثلا انه يعني ما تصور بتفكر لحديت وين، انه على واحد هذا. اهله عم بيشجعوه انه سافر، لانه حتى كانوا اهلنا بالزمان انه ما كان في عندهم امل ببلد، وما كان في عندهم اي مقومات الحياة، وكان كله صراع مع الحياة كل يوم. يعني في عندك صراع مع الموت، يعني من كان من ناحية يعني البنية التحتية. تصوري انه لبنان قديش، يعني 10452 اللي هو ما بيطلع، يعني اثنين ديبارتمون من فرنسا، يعني يطلع مثل باري نعم وضواحيها، انه لا عندنا كهرباء، لا عندنا تليفونات، لا عندنا، لكن مثلا لقينا عده صعوبات هلا بالانترنت. يعني حتى لليوم بعدنا عم نفكر بالعالم الاول اللي نساه من 60 سنه ومن 20 من 40 سنه. يعني مظبوط، تصور مثل لحديت كلية وين انه هالبلد، لبناني. انه قديش عم يتألم. نعم معك حق. كرمال هيك نحن كانت سفرتي لبرا، تأمن لي يعني دغري، كان اختصاصي، كنت تعلمت يعني الميدسين جنرال، وبعدين عملت الدكتوراه وتخصصت يعني باختصاص القلب، وعملت دكتوراه باختصاص القلب. يعطيك ألف اللي انا عافية. الدكتوراه اللي عملتها، تصوري انه كمان من الشحنات اللي بت والشحنات اللي بتعانيها بلبنان. يعني انا الدكتوراه عدلتها هون بالبريد، ضليتني سنتين ونص روح على لبنان واجي بالاونسكو، وضليتني سنتين ونص لحتى عدلتها. يعني تصور اللي حديت وين، انه كيف بدهم يشجعوا المواطن المغترب لحتى يرجع على لبنان. بس نعم مع هذا وكله، يعني في شباب كثيره وشابات كثيره اكيد يأسوا وعندهم اليأس وحابين يطلعوا من لبنان، ولكن لبنان احق لنا، أحق لأولادنا، لأنه نحن تربينا فيه. هيدا بلدنا، بلد جدودنا، بلد أهلنا. يعني مستحيل نخليه لجماعة فاشلين، نصابين، سرقين، حرامية، قاعدين بالسلطة ومش حابين يعني يتركوا لو على إيدات الشعب اللبناني. إن شاء الله كل المهاجرين اللبنانيين اللي يرجعوا بيوم من الأيام على لبنان، ويكون لبنان يستقبلهم بحلة أحلى من يلي هو فيها اليوم. دكتور إلياس سركيس، أنا بدي أتشكر وجودك معنا. إن شاء الله هالحلقة تكون وصلت صوت 17 لبرا، وبالتالي كمان صوت الاغتراب على لبنان وكل العالم. بتشكر وجودك شكرا لكم، والله يعطيكم الف عافيه. وانتم هلا صوت الثوره، يعني مبدئيا هلا انتم صوت الثوره، نعم وبنتمنى لكم النجاح كمان بهالاذاعه، شكرا باذاعه الثوره الحلوه. شكرا لك. يعطيكم الف مشاهدينا عافيه. كمان تابعونا أسبوعيا بنفس الوقت بحلقات جديدة ومع ضيوف جداد.